مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شوف تي في في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. كما شفتوا وتبعتوا معنا لايفات صباحية حول الخضر والفواكه، كما كتبوا البطاطا اليوم دايرة 7 دراهم الكيلو. شوفوا الجودة ديالها تبارك الله، شوفوا الخيرات. يعني جودة عالية زوينة مقارنة بالأسواق أخرى. كاين حتى بطاطا اللي دايرة 5 دراهم، كاين بطاطا اللي دايرة 6 دراهم، كاين بطاطا اللي دايرة 7 دراهم، على حسب الجيب ديال المستهلك وعلى حسب القدرة المالية اللي عنده. يعني كما كتشوفوا الجودة كيف دايره، كاينه حتى مطيشه مطيشه من بعد ما كانت دايره 5 دراهم، دابا دارت 6 دراهم الكيلو، طلعت في الثمن. يعني مطيشة مبقاتش ب5 دراهم ولا دايره 6 دراهم الكيلو، على حسب كل نهار والسوق ديالو. وكاينه البصلة راه دايره 15 درهم الكيلو. البصلة دايرة 15 درهم للكيلو، يعني كما كتشوفو البصلة دايرة 15 درهم للكيلو مقارنة كاينه حتى اللوبيا. ها هي كما كتشوفوا الخضر شويه طلعت بالثمن مقارنه باسواق اخرين. كل سوق والثمن ديالو، كل سوق والجوده اللي فيه. شحال هذا الشيلو؟ واللوبيا دايره 25 درهم. اللوبيا دايره 25 درهم الكيلو. ب25 درهم الكيلو كما شفتوا مشاهدينا ومتابعين شفتوا هذا هما الأثمنة اليوم ديال الخضر. ونتلاقى معكم في بث مباشر آخر في أمان الله، إلى اللقاء.